بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير نكني يوم يفتونه. مقطعنا اليوم راح نتكلم عن طريقة سهلة في استخدام البيت كوركشن أو ما يعرف بالأوتو تيون علشان تعديل النوتات الصوتية. عندي هنا صوت راح أضيف عليه فلتر البيت كوركشن عشان أعدل بعض الأخطاء البسيطة اللي تصير في الطبقات. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي تؤدي الطقوس. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي تؤدي الطقوس. هنا نجي نختار البيت كوركشن. اللوحة هنا الأشياء المباشرة اللي نحتاج نوصل لها الكروماتيك كاستوم هنا علشان أختار السلم. طبعا يحتاج أنك تعرف السلم مسبقا علشان تجي تختار النوتات. طبعا أنا عندي هنا البيتش كوركشن اللي كان مع المشروع، فكان السلم هذا. فقط تضغط تختار النوتات اللي في السلم. الخطوة الثانية هنا نقلل على هذا، انا شخصيا احطه صفر، وهنا اختار 75، يعني اتوقع هذه النسبة السليمة اللي بتكون. فهنا تيجي تختار فيميل لو كانت مرأة، او اذا كان الصوت رخيم صوت رجل فتختار الميل. هنا انا راح اختار فيميل لان الصوت اللي معاي هو صوت طفل. فالآن نسمع ونشوف. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي تؤدي الطقوس. طبعا هنا كل ما زدنا الكمية راح يكون الأوتو تيون واضح كثير، ف يعني نحذر في هذه النقطة. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي، يعني اختار 80 ممكن تكون مناسبة. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي تؤدي الطقوس. تهيم النفوس إلى أرض طوس، تطوف تلبي تؤدي الطقوس. هذا بالنسبة للطريقة السريعة المباشرة في استخدام البيتش كوركشن. طبعا اساسا انت لابد تتعامل مع التسجيل بدقة اكثر علشان ما تضطر انك تستخدم مثل هذه الفلاتر، ولكن هذا واحد من العلاجات اللي ممكن انت تستخدمه. هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم، ان شاء الله يكون مفيد. لا تنسوا شباب اللايك والسبسكرايب والشير. تحية مني اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.